أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لي جار متخلف عن صلاة الجماعة، وتلطفت له وزرته في منزله وعايدته في العيد، ولكن الرجل يتباعد مني، وإذا رآني يحاول ألا أقابله، وسألت عنه في عمله فعرفت أنه رجل يحذر منه ومن سلوكه، وأنا لا أحب أن أجد منه كلمة تضيق صدري ولا أحسن التصرف معه، فما هو التصرف مع هذا الرجل؟ أفتون في ذلك. لا تؤذه، أقول لا تؤذه، وله حق الجوار، وإذا كانت الزيارة تؤثر فيه وتقلل من شره فإنك تزوره، أما إذا كان ما تؤثر فيه ولا تقلل من شره اتركه، لكن لا تؤذه، لا يصدر منك أذى في حقه. نعم.